إذن مواطن آخر من قرية الحطيبة بلدية أم العظام، ممكن عطال الأخ اللي يتكلم قبلك عطال النقائص اللي تعاني منها القرية، ممكن وش تقول للمسؤول الأول على الولاية سيد والولاية؟ نقول له أعطينا تريسيتي من منطقة برخم، نعانوا من التريسيتي ما فيهاش، نعانوا من المدرسة، نعانوا من قاعة العلاج، هذه ما عدناش، المال الصالح للشرب ما كانش، هذه ما عدناش قاعتين، ونعانوا من الطريق من الحطيبة للتصيوة ما كانش، هاي 20 كيلو بيننا وبينها وما كانش ناقصة الطريق، ما كان والو، ما دارونا لا طريق لا والو. ممكن بالنسبة للحطيبة السكان بداوا يرحلوا راحوا هجوا راهم في أم العظام وراهم في المرارة وراحوا لتقرت راه ما كان والو. قعدنا حنايا خاصة هذو اللي راك تشوف فيهم. وقت تأسس القرية كنا 2009 2009 2009 لا حياة للمتنادي، لا حياة لمن تنادي. إذن هذه نقائص قرية الحطيبة، ورانا نشوف في